مع دمر ثقافي مثل ما شايفين، هو صرح حضاري يستحق أنه نحن نقدم له الدعم الثقافي وحتى غير الثقافي. مثل ما بتعرفوا، من حوالي شهرين تقريبا أصدر سيد وزير الثقافة قرار بموافقة سيد رئيس الوزراء بضم هذا المجمع إلى دار الأسد للثقافة والفنون. يعني أصبح اعتبارا من شهرين أو من تقريبا شهرين المجمع هو أحد مديريات دار الأسد للثقافة والفنون اللي هي دار الأوبرا. وهذا يعني أن جميع الأنشطة وكل ما يتبع لهذا المجمع في عمله أصبح دار أوبرا. أول سؤال بيخطر ببال عدد من الإعلاميين واللي سألت هذا السؤال، أنه يا ترى هل الحفلات اللي ما وافقتوا عليها بالدار رح تنقلوها لهون؟ يعني في حدا رح تدعموه بحيث أنه يجي يقدم بالمجمع أول بعدين بيقدم بالأوبرا؟ الجواب قطعا لا. الجواب من يقدم على مسرح اعتبارا من اليوم، من يقدم على مسرح مجمع دمر الثقافي هو نفس مستوى من يقدم على دار الأوبرا، هنا واحد، ما في فرق بين دار الأوبرا ومجمع دمر اعتبارا من اليوم. لذلك الحفلات اللي حنحكي فيها هلا والأنشطة حتشوفوها حتصير نوعية، حتى طريقة العمل نحن حكينا مع الأستاذ ومديرة المجمع مع الموظفين، طريقة العمل طريقة التفكير رح تختلف من عقلية مجمع موسيقي مجمع ثقافي أو مركز ثقافي إلى دار أوبرا. هذا لا يعني أنه عمل المركز الثقافي أو مجمع ثقافي ما هو صحيح، لا أكيد لا، لكن دار الأوبرا بتشتغل بعقل آخر مختلف، له علاقة بأنشطة معينة، له علاقة بفعاليات معينة. باقي الأنشطة في عنا مراكز ثقافية كتيرة لحتى تتبناها.